أعزائي المشاهدين، وفي عيادة التحدي يسعد البرنامج استضافة الأستاذ دكتور منير ويليام لبيب، أستاذ الأمراض الجلدية وجراحات التجميل. أهلا بك يا دكتور معانا. أهلا وسهلا. يمكن هنتكلم عن الأنف في البداية، وفي عددا من التشوهات اللي ممكن تصيب الأنف عند بعض الناس، فبنسأل عن أشهر أنواع هذه التشوهات وإيه الجراحات اللي ممكن تعمل، وهل هناك فعلا أمراض ممكن تصيب الأنف سواء كانت أمراض حميدة أم غير حميدة، وهل في الأنف بعض الحالات التي لا تتطلب جراحة ويمكن تدخل علاجي معين؟ والحقيقة في البداية لو احنا اتكلمنا عن الأنف، الأنف تعني عند قدماء المصريين الجمال، ويمكن انت لو بصيت للتماثيل القديمة تشوف مدى قيمة الأنف ومدى الاهتمام المصري القديم بالأنف. أيضا يمكن اتكلمت على الأنف عند بعض الدول القديمة في آسيا كان بيبقى في عقاب للإنسان بقطع الأنف، وكانوا بيعتقدوا ان لما يجي يقطع انف الانسان ده بيعمل له تشوه جامد، وبالتالي ده نوع كبير من انواع العقاب. فاذا دخلنا في التشوهات الخلقيه الحقيقه اللي بتصيب الانف، في مجموعه كبيره من التشوهات. في تشوهات بتتعلق بالحاجز الانفي، بنبص نلاقي الحاجز الانفي يلتوي الى ناحيه يمين او ناحيه يسار وهكذا، او ممكن يكون في ناحيتين. ممكن بنلاقي في تشوه خلقي بيعيب بيعمل نوع من الصنم اللي بنسميه الهامب نوز، اللي هو بيكون ارتفاع معين في الانف في منطقه معينه، وبيبقى الشخص مش قادر يبص في ناحيه يمين او ناحيه شمال، بيحس ان في جزء عظمي حاجز الرؤيه اللي هو بيكون زي يشبه صنم الجمل. ايضا في تشوه خلقي بيجي نتيجه للشفه الارنبيه. احنا عارفين الشفه الارنبيه دي بتصيب الشفه. يعني ايه شفه ارنبيه؟ الشفه الارنبيه دي عباره عن تشوه خلقي مشهور كتير قوي في الاطفال، ويمكن من اشهر العيوب الخلقيه اللي بتصيب الاطفال. وهذا التشوه الخلقي اذا امتد بيحصل فيه انقسام للشفه، سواء من الناحيه اليمنى او من الناحيه اليسرى او من ناحيتين. في بعض الحالات العنيفه في الشفات الارنبيه بتمتد التشوه اللي يشبه الانف، يمتد الى الانف، وبالتالي فده بيؤثر تاثير مباشر على الانف. وممكن بيأثر بعد كده على الطفل من حيث الرضاعه، ممكن يأثر على تنفس الطفل، ممكن يأثر بعد كده على الكلام وهكذا. فدي تعتبر اشبه التشوهات الخلقيه اللي ممكن تصيب الانف. انما اذا اتكلمنا على اصابات الانف، ففي مجموعه كبيره قوي من الاصابات اللي بتصيب الانف. ممكن بتكون في اصابه ناتجه مثلا عن حادث سياره، وبيكون بيحدث فيها بعض الحالات كسر في الانف او عدم كسر. واذا الكسر حدث في الانف ممكن تلاقيه سيادتك كسر بسيط، بمعنى ان الكسر موجود في اما الثلث الخلفي العظمي للانف او الثلث الاوسط الغضروفي من الانف. وهذا الكسر ممكن يكون بسيط بمعنى انه غير مفتوح للخارج. وممكن يكون في كسر مركب، بمعنى ان في كسر في عظمه من عظام الانف ويفتح في الجلد الى الخارج. وبرضه ما ننساش الاصابات اللي ممكن تحصل من الرياضه العنيفه زي الجماعه اللي بيلعبوا ملاكمه والبوكسرز والكلام ده كله، فده ممكن يكون في اصابه جامده بالنسبه للانف بيحدث فيها كسر اصابه في الانف. اذا اتكلمنا ايضا بالنسبه للاورام اللي ممكن تصيب الانف، ففي مجموعه كبيره من الاورام الحميده اشهرها البوليب، اللي هو عباره عن التليف اللي موجود في داخل فتحه الانف من الداخل. بالظبط. وفي مجموعه من الاوراد الخبيثه اللي هي مش خبيثه بمعنى خبيثه، اللي هي الاورام القاعديه، اللي هي بتكون لو تركت فتره طويله ممكن تتحول الى ورم سرطاني خبيث. فهذه الاورام ايضا بتصيب منطقه، بيبقى عباره عن ليه كذا شكل كبير جدا، ممكن يكون على هيئه ارتفاع يعني من الجلد. بالظبط، او قرحه اكله او قرحه عميقه او تشوه خلقي، يعني بتكون هي ليه كذا منظر ومن السهل تشخيصه تماما. انما اذا اتكلمنا بعد كده على طرق علاج الانف، فزي ما انت شايف ان الانف ده منظر تجميل، منظر جمالي، فلازم احافظ على طرق علاجه بحيث ان هي تكون قريبه للطبيعه. فممكن مثلا يكون الطرق العلاجه في طريقه الهنديه، اللي هي باخد شريحه من مقدمه الراس واغطي الانف، وفي الطريقه الفرنسيه اللي هي باخد من الخدين وغطي الانف، ودي كلها جراحات تجميل. لو طبعا لو التهتك خارجي سطحي، يعني سطحي، ما هو اغلب التهتكات بتاعه الانف اللي هي بتعيب قدام الناس بتبقى منظرها خارجي، انما الداخلي ده بتبقى عمليات داخليه بسيطه او عنيفه. بالظبط، على حسب الحاله وعلى حسب درجه الاعوجاج اللي موجود في الحاجز الانفي. وفي طريقه ثالثه اللي هي الطريقه الايطاليه، بناخد شريحه من البريكل، بناخدها من امام الاذن ونحطها للانف. وزي ما انت شايف ان احنا دايما بنحاول نغطي الدفوهات موجودة في الأنف عن طريق جلد مقارب لجلد الوجه. أيوة. فما باخدش جلد مثلا من الرجل أو من القدم أو هكذا، لكن باخد من خلف درجة الأذن. اللون حتى باخد من خلف الأذن، لأن طبيعته تقارب تماما للطريقة اللي موجودة بالنسبة للأنف. تمام. إنما عايز أقول حاجة بسيطة جدا، إن في حالات كتير جدا أنا مش كل عيان يجي يطلب مني جراحة أعمل له عملية في الأنف، أو مش كل عيب يصلح لها عملية. بمعنى إيه؟ أولا لابد من وجود الحالة النفسية للمريض، لأن في حالات عيوب خلقية موجودة في الأنف، أنف كبير أو قصير او مفطوس او عالي او منخفض وهكذا،
لابد انك بدايه تراعي الحاله النفسيه للمريض، لان ممكن تعمل له اصلاح تجميلي جميل جدا وبعدين تبص تلاقي المريض غير مقتنع. فلابد من البدايه ان يكون في تعاون بين طبيب العلم النفسي وطبيب التجميل من في حالات الانف بالذات، لان بتحصل تردد كثير جدا في المريض بعد ذلك. الحاجه الثانيه ان في بعض المعوقات اللي ممكن تمنع انك انت تتدخل في علاج الانف، يعني وجود اي مرض جلدي، احمرار في الجلد او بعض الدمامل او الخراريج او الالتهابات، طبعا دي بتعوق التدخل الجراحي. الحاجه الثالثه ان في حالات كثيره قوي بكون انا كجراح تجميل شايف ان الانف تناسب الوجه وانه لا يصح التدخل الجراحي، فبحاول اقنع المريض بالحاله دي من المريض نفسه بالظبط. فيبقى لابد في دي حالات ان هي يفضل ان احنا لا نتدخل جراحيا لعلاج اي تشوه موجود فيها في الانف. في بعض بنسمع الفنانين يمكن بتوعنا بيسافروا الخارج مخصوص عشان يعملوا عمليه تصغير للانف والحاجات دي. هي تصغير الانف دي من العمليات البسيطه جدا، مش عمليه كبيره للدرجه، هي عمليه بسيطه، بس هي المساله مش تصغير الانف كتصغير انف، هو انهي جزء من الانف اللي فيه درجه الاصابه؟ هل هو الجزء العظمي اللي هو الثلث الخلفي اللي لاصق على الوجه، ولا الجزء الغضروفي اللي هو الثلث الاوسط، ولا الجزء الدهني اللي هو الثلث الامامي؟ فحسب مكان الاصابه انت تقدر تتدخل جراحي. اذا كانت الاصابه في الثلث الامامي زي اغلب الناس وده الجزء الدهني، فدايما الثلث الامامي اللي هو الجزء الامامي تماما الحته دي تماما اللي هي بتبتدي لمقدمه الانف وجانبي الانف، اذا كان التشوه او التجميل موجود في هذه المنطقه فدي من الحاجات اللي سهل علاجها جراحيا دون ان تترك اي اثر على الاطلاق. بيبقى جراحه في بعض الناس بتبقى المنطقه دي هي اللي طالعه لبره شويه، ما دي اللي قلت لسيادتك عليها اللي هي بنسميها الهامب نوز اللي هي صنم الجمل، دي من ضمن العمليات اللي بتتعمل ومفيش اي اثر جراحي لان التدخل الجراحي بيكون عاده من الداخل من الانف من الداخل، فمفيش اي بروز او اي اثار خارجيه. فبيكون سهل علاجها ايضا من ضمن الحالات اللي هي الوراثيه المشهوره. كل هذه التدخلات الجراحيه لا تؤثر على وظيفه الانف فيما بعد؟ معروف ابدا على الاطلاق انها لا تؤثر. الانف ده عضو تنفس وعضو بياخد جسم من الميكروبات وبيحجز الاتربه وفي اجسام مضاده وهكذا هكذا. الانف دي جزء وظيفته اساسيه تجميليه ووظيفيه. شكرا دكتور. عفوا.